نعم، بارك الله فيك أستاذ فتحي. أنا كنت حاولت، أن حبيت نتحدث أيضا على هذا، يعني العمل اللي قاموا به المشاغبين هذه المجموعة، هي نفسها اللي اقتحمت البلدية، هي نفسها اللي اعتصمت أمام ومنعت أمام ورشة البلدية ومنعت آليات البلدية من رفع القمامة، هي نفسها ولا مجموعة أخرى؟ يا سيدي، انا نحب نحط الامور في اطارها وبايجاز شديد جدا لما دراش معنا. نحن انتهجنا سياسه اجتماعيه في البلديه، وهذه السياسه الاجتماعيه هي ان وفيها شيء من الجراه وشيء من المخاطره، لان بلديه الكرم لا تعد من البلديات الكبيره وميزانيتها محدوده، وناهيك انها محرومه من المنطقه الصناعيه، محرومه من الموارد الاساسيه على غرار عديد البلديات، وهي تقوم فقط على الموارد المحلية عن طريق الجباية المحلية التي هي تعتبر المصدر الرئيسي والوحيد لميزانيتها. ولذلك حتى نضع الأمور في إطارها، هذه بلدية محدودة الإمكانيات. ومع هذا قلنا وأن هناك حالات اجتماعية في المنطقة، وهناك ظروف من الفاقة والفقر والعوز منتشرة بشكل كبير، ف حاولنا أن نقترب أكثر فأكثر من هؤلاء المواطنين، فوجدنا أن هناك أمر قد صدر في 2019 عدد 291 يخول رئيس البلدية أن يسدد بعض الشغورات، وذلك عن طريق برمع عقود وقتية وتعاقد مع بعض الأنفاق. وهذا ما كوننا لجنة، وفي إطار هذه السياسة الاجتماعية حاولنا أن نمارس الشفافية ونقترب أكثر فأكثر من هذه الفئات الضعيفة، ونحاول أكثر فأكثر أن نؤطرها وأن نستوعبها داخل المنظومة البلدية، وخاصة على المستوى أن نخرجها من جانب الانحراف ونبعدها عن التشرد والبطالة. والحقيقة نجحنا في هذا، لأنه نحن تم انتداب أكثر من 60 نفر، وفي أغلبهم تقريبا كلهم معناها انضبطوا واستقاموا ويؤدون عملهم بطريقة جيدة. ناهيك وأنه رغم أن كلفتهم تعتبر باهظة على مستوى التأجير في الميزانية، ولكنهم قد غطوا هذه الإضافة في الميزانية من خلال عملهم ومن خلال استماتات في عملهم ومن خلال خاصة جهدهم الذي قدموه على مستوى استخلاص الجباية وغير ذلك. فكان حقيقة كانت لهم إضافة جيدة، ومن هذا المنبر فأني أشكرهم جميعا على هذا. ولكن هناك ثلاثة من هؤلاء الذين تم انتدابهم للأمانة لم يتمكنوا من استيعاب تلك الروح المهنية التي يجب أن يتحلوا بها داخل البلدية، وظلوا على عاداتهم، على سلوكياتهم القديمة من خلال مخالطة بعض الأنفار المنحرفين، الأمر الذي جعلهم يدخلون السجن ويقع إيداعهم لأشهر داخل السجن من أجل قضايا عديدة، وهي قضايا خطيرة تتعلق بالمخدرات ومحاولة القتل والسبط والنشل وإلى غير ذلك من القضايا. فأمر طبيعي جدا لمجرد علمنا بدخولهم السجن أو إعلامنا عن طريق إدارة السجون التي أعلمت وزارة الشؤون المحلية ووزارة الشؤون المحلية التي تولت إعلامنا بصفة آلية، يتم إيقاف مفعول العقد، وهذا ما تم في العملية. ولكن ماذا حدث؟ أنهم بعد خروجهم من السجن أرادوا الالتحاق من جديد بالبلدية، فقلنا لهم وأنه لا يمكن قانونا أن ننتدبكم من جديد وأن تكونوا ضمن الإطار البلدي داخل البلدية. فللأمانة توجهوا إلى بعض هذه العناصر التي قلت لكم منذ حين أنها تسعى إلى أنها تحرض المواطنين على البلدية وتبث الفتنة في البلدية في المنطقة، وأنهم تم تطويقهم وتم تحريضهم وتم تأطيرهم من أجل التوجه بالشتائم إلى رئيس البلدية وإلى المجلس البلدي والى البلديه، ومن ثم تطوروا في سلوكهم وتصرفاتهم الى درجه قطع الطرق وقطع الطريق امام الورشه ومنع العمل من العمل ومنع الشاحنات من الخروج ثم اقتحام البلديه، وتعلمون ما وقع بعد ذلك. ولذلك هذه المجموعه هي تتكون فقط من ثلاثه من العناصر التي كانت لاحقا تعمل ضمن اطار البلديه، ولكن حينما دخلت السجن خرجت من اطار البلديه.
ولكن البقية وهم حوالي 10 أنفار لا علاقة لهم بأبناء البلدية ولا بعمال البلدية، سوى أنهم أرادوا أن يناصروا هذه المجموعة ويعتقدون وأنهم، لأنه للأمانة هذا ما كان يحدث في السابق ويحدث حتى أحيانا في بعض المناطق للأسف الشديد حينما تضعف الدولة، أنهم يمارسون ذلك الضغط ويمارسون ذلك التهديد حتى تضعف الدولة وتضعف مؤسسة الدولة، فيستجيبون لطلباتهم ويقع منحهم إما أكشاكا أو يقع إقحامهم داخل إطار العملة بشكل من الأشكال، وبعد ذلك يتسببون في مشاكل عديدة. نحن أردنا أن نضع ونوضح جيدا وأن نرسل رسالة واضحة ودقيقة أننا لا نساوم مع الدولة وهيبة الدولة ومصالح الدولة، ولا مجال لأن يقع إدخال أو انتداب أشخاص بهذه الشاكلة ضمن منظومة الدولة وضمن إطارة الدولة، وبالتالي فنحن لن نستسلم ولن نرضخ لمثل هؤلاء، فليفعلوا ما يفعلوا، ولكن يجب أن يقع معالجة الأمر بطريقة أمنية، لأن حتى أسلوبهم في حتى في الاحتجاج هذا أسلوب فوضوي خارج عن القانون، فيه مروق على القانون، فيه تحريض على الأشخاص، فيه استهداف للحياة الشخصية للرئيس البلدية ولكافة أعضاء المجلس البلدي، ولذلك لا يجب أن نسكت عن هؤلاء ويجب التعامل معهم بصرامة حتى يكونوا درسا لغيرهم. نعم أستاذ فتحي، أنت يعني الآن الصورة أصبحت واضحة وأظن واضحة للجميع المشاهدين أنكم طبقتم القانون، هذا هو فقط أنكم طبقتم القانون، ولكن للأسف يعني هؤلاء يعني لا يلتزمون بالقانون، ونشاهد يعني عملية عربدة وتحدي لقرارات البلدية وللقانون بصفة عامة. هل يعني هل تتبعتهم قضائيا؟ هل هنالك قضايا ضدهم؟ هل النيابة العمومية تحركت؟ وهل هنالك ملف تتبع؟ وأنت خاصة يعني رجل قانون أستاذ محامي، هل كيف كيف توجهت إلى السيد قبل أن تقع حديثة الاقتحام؟ توجهت إلى السيد وكيل الجمهورية يوم 23 نوفمبر، وكان لي لقاء بالسيد المساعد الأول، وتقدمت بعدد 6 من الشكايات والتي فيها تفصيل للوقائع وحتى لنصوص القانونية المنطبقة على هذه الوقائع باعتبارها وقائع خطيرة، من ذلك الفصل 136 الذي يتحدث عن تعطيل المرفق العام، وشيء موثق بالمعاينات عن طريق عدل المنبذ وبالفيديوهات المصورة وباعترافاتهم الصريحة. ولذلك نحن قد قدمنا هذه الشكايات وأعلمنا السلطات المعنية القضائية، وننتظر أن يقع الاستجابة لهذا الطلب، وننتظر كذلك أن يأخذ القانون مجراه والعدالة مجراها للتصدي لمثل هذه التصرفات المشينة.